راح نبلشها لليوم من تحديد وزارة التربية والتعليم لموعد نتائج الدورة التكميلية للشهادة الثانوية العامة أو التوجيهي. قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أنه موعد صدور نتائج الدورة التكميلية راح يكون في نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل. النعيمي بيّن أنه عدد الطلاب اللي تقدموا للدورة التكميلية زادوا عن 95 ألف طالب، لما كتير منهم قاموا بالإعادة عشان بس يرفعوا معدلهم. وعن آلية إعلان النتائج قال إنه ما رح يكون في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الدورة، ورح تعلن النتائج عبر الموقع المعتاد اللي رح تصدره الوزارة في وقت آخر. وعن عودة المدارس قال إن القرار تم اتخاذه بناء على التوجيهات الملكية وخطط الحكومة لفتح القطاعات تدريجيا وبطريقة مدروسة، ومنها فتح قطاع التعليم. ووجه رسالته للطلاب إنهم يديروا بالهم على صحتهم ويلتزموا بالإجراءات الوقائية عشان ما تكون المدارس بؤرة للوباء. الله يحمي طلابنا وبالتوفيق بالتوفيق للجميع. الأردن بحقق مرتبة متقدمة على مستوى العالم والدول العربية، ولكن في أي مجال؟ تصنيف عالمي وضع الأردن في المرتبة رقم 14 على مستوى العالم والثانية على مستوى الدول العربية من حيث الازدحامات المرورية. الأردن تفوقت على دول كتيرة مشهورة بالازدحامات مثل جنوب أفريقيا، لبنان، روسيا، البرازيل والإمارات، وإجت في المرتبة الأولى على مستوى العالم دولة نيجيريا. أما مصر كانت في المرتبة السادسة، وتركيا في المرتبة رقم 13. الإحصاء اللي شمل 85 دولة وتذيلته النمسا، وازدادت الازدحامات المرورية في العاصمة عمان في السنتين الماضيات بسبب تكثيف أمانة عمان عملها لإنشاء شبكة الباص السريع. فعلاً الباص السريع هو الإنشاءات الباص السريع هي اللي عم تأثر كتير على الأزمة، صارلها فترة يعني. صحيح، إن شاء الله ينتهي قريباً. الاحتلال يمنع تنفيذ أعمال ترميم قبة الصخرة. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن قوات الاحتلال قررت إنها تمنع استكمال أعمام ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك. مدير لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بسام الحلاق قال إن قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة ومنعت العاملين من إنهم يستكملوا أعمال الترميم، وكمان هدد الاحتلال العاملين بالإبعاد والاعتقال في حال استمرارهم بالعمل. ومنعت قوات الاحتلال أمس لجنة الإعمار في الأقصى من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني. بتشكل هاي الإجراءات استمرار لمسلسل استفزاز الاحتلال للفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة. تخيل في يوم من الأيام تحط راسك وتنام لتريح حالك، ولما تصحى تلاقي مفاجأة ما كنت تتخيلها. هذا اللي صار مع تاجر قطن أسترالي. التاجر صحي في نص الليل ليكتشف أنه ربح 10 ملايين دولار، أي ما يعادل 7 مليون دينار في سحب اليانصيب. هذا الإنسان ساكن في مدينة بريسبين الأسترالية، صحي من نومه الساعة 2 الفجر، تفقد بريده الإلكتروني ليلاقي صدمة مفرحة. في البداية فكر إنه ربح 10,000 دولار بس، قبل ما يتأكد إنه الجائزة هي 10 ملايين بفضل يا نصيب السوبر بول الشهير، بالإضافة إلى مجموعة من الهدايا اللي رفعت جائزته ل 10 ملايين و 367 ألف دولار. ولكن رغم الجائزة الكبيرة إلا أنه صرح بأنه رح يواصل العمل، والسبب هو شعوره بالملل إذا ضل بالبيت. ولما سألوه عن أول إشي رح يعمله قال أنه رح يشتري بيت لوالدته وبيت تاني لإله. قصر مطلي بالذهب للبيع، لكن مشكلة واحدة رح تواجه اللي رح يشتريه. شو هي؟ الحكومة الروسية قررت عرض قصر مطلي من الذهب
من الداخل ومعطاه خاص للبيع مقابل أقل من 3 ملايين دولار، يعني أقل من 2.1 مليون دينار أردني. لكن ليش السعر منخفض؟ إذن السبب هو بطل يعجب أي حدا رح يشتري القصر الفخم، لأنه رح يتعين عليه أنه يتحمل العيش في درجات حرارة بتقل عن 50 درجة مئوية تحت الصفر في فصل الشتاء. ورغم التصميم الفاخر للديكورات الداخلية من الجرانيت والرخام، لكن القصر بيفتقد لوسائل التدفئة الحديثة رغم وجوده في منطقة بتتصنف من الأكثر برودة في العالم. وقال مالك القصر إنه بيخطط للانتقال لمكان أكثر دفئاً في منتجع سوتشي. بعد ما ادعت إنها محصنة من كورونا بسبب علاج شعبي، وزيرة صحة إحدى الدول تصاب بكورونا. التفاصيل بتقول إنه بسريلانكا امبارح انصابت وزيرة الصحة بمرض كورونا بعد ما ادعت إنها محصنة بفضل مشروب صحي كانت هي بتتناوله بشكل علني، مشروب مكون من أعشاب ادعت إنه بيقي من كورونا مدى الحياة، ولكن أصابتها كورونا. فهذا الإشي سبب صدمة في البلاد لتقرر الحكومة السريلانكية إنها توافق على استخدام مطعوم أسترازيكا لمحاربة المرض. وأكدت منظمة الصحة العالمية إنه هذا الدواء ما بيستند على أي أساس علمي وما في أصلاً أي علاج معروف لكوفيد-19 لحد اليوم.